أمل الوجود على مدى الأزمان. يا رحمة الرحمن للإنسان، بك بشرت رسل السماء وأكدت في كل سانحة من الأزمان أن الأمان على يديك قراره، ويزول قيد الظلم في الأذهان. ولد البقية من فروع محمد. اللهم صل على ولد البقية من فروع محمد، صلوا على المختار يا إخواني. على الموعد اجيتوني يا شيعة بمحفلي. إمامكم يقول ما قصرتوا عالموعد اجيتوني يا شيعة بمحفلي، جيتكم على راسي ويجازيكم علي، ويتجدد اللقاء واسألكم الدعاء، اي ما شاء الله. يتجدد اللقاء واسألكم انا مهديكم يا شيعة، وانا بن طه الرسول، والدي الكرار وامي فاطمة البضع البتول، انا بالمحفل معاكم بالضماير والعقول، الله يتقبل عملكم شيعتي بأحسن قبول، أتعنى وجيكم يلي شوفتكم أمل، وفرح من تنادوني يا مهدينا العجل، ترعاكم السماء واسألكم الدعاء، يتجدد اللقاء واسألكم. ليش ما تجاوب يتجدد اللقاء؟ أنا ضيعت. اي ما شاء الله. يتجدد اللقاء واسأل الله. انا يمكم طول عمري وانا عالشيعي قريب، والشمس بين السحايب تبقى تضوي وما تغيب، دعوتي المضطر تراني وللعليل انا الطبيب، انا مفتاح اللي يدعي، لو دعاء من يجيب، وانا بكل وقت الكم انادي بدعوتي، يا ربي دعجل يا حبيبي طلعتي،
يا رب دعجل يا حبيبي طلعتي يا شيعة الوفاء واسألكم الدعاء يتجدد اللقاء واسأل اسمع عن نظركم أنا غايب واحضر أنا بكل مكان عن نظركم أنا غايب واحضر أنا بكل مكان شلون أضيعكم يا شيعة وأنا صاحب هالزمان وأنا صاحب هالزمان وبرغم جور الليالي والدهر بين اللي خان أنا حاميكم يا شيعة أنا حاميكم يا شيعة بكل خطر أنا الأمان بكل خطر الله الله بكل خطر أنا والدكم تراني وما أخليكم أبد والدكم تراني وما أخليكم أبد أحرسكم يا أحبابي وأنا إلكم سند وادفع أنا البلاء وأسألكم الدعاء يتحقق اللقاء